وللاقتراب أكثر من الوضع الإنساني ينضم إلينا من خان يونس الصحفي غازي العلول. غازي، أهلا بك. ما أبرز التطورات الميدانية لديك والأوضاع الإنسانية وما يتعلق بالوضع حاليا في مستشفى الشفاء ومحاصرة الجيش الإسرائيلي له؟ نعم، تحية لك مروج. بالفعل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المستشفيات سيما في شمال القطاع ومدينة غزة، ويتواصل العمل الإسرائيلي من قبل الجيش في محاصرة المستشفيات. قبل نحو ساعة من الآن تأكد خبر إحاطة ومحاصرة مستشفى الوفاء وسط بالتأكيد مدينة غزة، وهي المستشفى المخصصة لكبار السن والذين يعني تقدم لهم الخدمة على مدار أيام الأسبوع طيلة الوقت، ويعني يتواجد في هذه المستشفى أكثر من 500 من كبار السن الذين لا معين لهم ويتواجدون داخلها وتقدم لهم كل الخدمات. هذه المستشفى فتحت أبوابها خلال الأيام الماضية للنازحين، ولكن نتيجة اشتداد القصف ونتيجة الاستهدافات التي طالت منطقة وسط مدينة غزة بالتحديد منطقة السرايا، نزح من تواجد في هذه المستشفى وخرجوا باتجاه الجنوب. هذا أيضا يتزامن مع استهدافات عنيفة وكذلك اشتباكات ضارية تدور في محيط مستشفى الشفاء، على غرار ما كنا نتابعه خلال الأيام الماضية. الاستهدافات تكون من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة التي قالت بأنها قصفت تحشدات عسكرية في مناطق تجمع الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة غزة، وكذلك قالت إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الجيش المتقدمة والتي بالفعل تتقدم ولكن ببطء إلى مجمع الشفاء الطبي، وهو الهدف الرئيسي بالنسبة للجيش الإسرائيلي. كل ذلك يأتي في وقت تواصلت فيه الاستهدافات من سلاح الجو في مناطق عدة، سواء كان ذلك في مدينة غزة أو حتى هنا في جنوب القطاع، حيث خلال الساعات الماضية استهدفت إسرائيل برجي إرسال لشركة جوال، وهي شركة أو إحدى شركات الاتصال المتواجدة هنا في مدينة غزة وتقدم الخدمة، وهذا بالفعل ما أثر على خطوط أو مقاسم تزويد الاتصال وأحدث خللا بكل تأكيد، على غرار ما كنا نتابعه أو كنا نرصده في الأيام الماضية من استهداف مباشر للمقاسم التي تؤثر على آلية التواصل فيما بين الغزيين هنا، وهذا الأمر بالتأكيد يخلق حالة من الإرباك والفوضى في صفوفهم. هذه الأوضاع تتزامن بالفعل كذلك مع أوضاع إنسانية غاية في السوء بالنظر إلى تفاقم حجم المأساة الفلسطينية هنا بالنسبة للنازحين وكذلك المصابين، سيما وأننا نتحدث عن مطالب حقيقية بضرورة إدخال الوقود. بالأمس كان هنا وقفات للتضامن مع المشافي التي خرجت عن الخدمة وعددها 20 مستشفى، وأيضا هذا التهديد يطال كل المستشفيات في بقية قطاع غزة، وهذا الأمر بالتأكيد سيكلف الكثير على مستوى أرواح الضحايا وكذلك المصابين. شكرا جزيلا لك غازي العلول الصحفي من خان يونس.